عن شو بدنا نحكي اليوم؟ عن اللجنة الدستورية. وترامب ما بدك تحكي عنه؟ لا، بيدبر حاله. بكرة بيعمل لجنة دستورية جديدة وبينفض من نانسي بيلوسي مثل الشعرة من العجين. تعالوا لأحكي لكم هاي الحكاية. هذا من كم سنة صفن دروستورا الصفنة الرهيبة ليعرف مين المسؤول عن قتل وتهجير وسلخ السوريين. أبو حافظ طلع عن جد منيح يا جماعة، وبريء براءة الديب من دم يوسف. الدستور هو المجرم، سبحان الله. وبناء على هي الحقيقة اللي كانت غايبة عن الكل، بلشت رحلة البحث عن لجنة دستورية واشتغلت الرومانسيات الجميلة. هات النجمتين اللي عندك أخي المؤيد وفوقهم 50 شخص، وهي 3 نجوم من عندي أنا أخوك المعارض وفوقهم كمان من عندي 50 شخص. خلينا نكتب الدستور ونبني وطن 105 نجوم. وبالخلفية كان المجتمع المدني يلي فتلوا لمستورة 50 شخص لكتابة الدستور، عم يعزف ألحان الحب والسلام. لا أحلى أن نعيش في خير وسلام، خير وسلام. النظام ما كذب خبر وبعت 50 شخص، منهم رجل الأعمال محمد براء قاطرجي المدرج شركاته وشركات أخوته بقائمة العقوبات الأمريكية ظلما وبهتانا، بس لأنهم كانوا عم يشعلوا شمعة بزنس وسلام مع داعش، بيشتروا منا النفط وبيبيعوا لأبو حافظ. بس يعني النظام نظام، مين بده يبعت مثلا نيلسون مانديلا ولا مارتن لوثر كينغ، فولتير مثلا؟ تأبطت البحر وساقت أمامها الطرقات. وين حاطة البحر تحت باطك ورايحة على اللجنة هجة؟ بكرة بيتشتش الدستور ونرجع للمربع الأول. صحيح، نسيت أعرفكن، الأديبة والشاعرة أنيسة عبود عضو اللجنة الدستورية وأم الفنان العالمي وزين العالم. راسك مرفوع، عنوانك واضح، عجبينا. هاي مصدرة من لجنة النظام. خلونا نشوف مصدرة من لجنة المعارضة اللي صراحة وضعها صعب كتير. فالروس مخترقينهم من ألف باب، شي بمنصة أستانا وشي بمنصة موسكو وشي بمنصة القاهرة، فشهادتنا رح تكون مجروحة فيهم كالعادة. ويا دوب في كم معارض من أمثال الدكتور هادي البحرة اللي رح ينقلوا معاناة السوريين مع الدستور الكيماوي أبو براميل بكل أمانة. أبو حافظ ما له علاقة، هيك اتفقنا من الأول. أنا فرت لأن على وجود هذا الدستور الذي صاغه النظام أثناء الثورة ولم يلتزم به. كل هذا الدستور فيه بنود خطأ ويهمل حقوق المواطنين ولا قيمة قانونية له. لو ما الدستور ما كان الدكتور هادي البحرة صافف مع المعارضة. الله لا يوفق هالدستور بجاه الحبيب محمد. طيب ومين في بقائمة المجتمع المدني شيك للأمم المتحدة؟ مالنا غير رئيس وفد المعارضة بأستانا ليخبرنا عن التفاصيل. الزلمة كمان راح على سوتشي واستقبلوه هنيك استقبال الأبطال، ووقف الروس عند حدهم بعد موسم التهجير اللي صار بالغوطة وريف حمص ودرعا. أيضا أريد أن أشكر الجانب الروسي، بدأ لنا خلال هذه اللقاءات أن لديهم رغبة في تحسين الأوضاع وتقدمي بشكل أفضل نحو العملية السياسية في سوريا. شفتوا كيف؟ الزلمة واصل واتصالاته قوية وقادر يعرف لنا كواليس تشكيل قائمة المجتمع المدني. أن يشارك في هذا أعضاء من المجتمع المدني، أيضاً أن يكون هناك ممثلون عن الشخصيات الرمادية الذين لا ينتموا لا النظام ولا المعارضة. لا مع هدول ولا مع هدول، والله يطفيه بنوره. يلا ماشي الحال. الأستاذة ميسا كريدي المتحدث الرسمي باسم الجبهة الديمقراطية السورية، مساء الخير. المعارضة. المعارضة. السيد رئيس بشار الأسد هو ليس رئيس الموالين فقط، هو رئيس موالين المعارضين ورئيس كل السوريين، وهو رئيس منتخب من قبل السوريين بشكل شرعي وبمنطق الديمقراطية. لا، الأمم المتحدة ما عم تلتزم الحياة بقائمة المجتمع المدني. معقول تحسبوا ميسي كريدي المعارضة بقوائم المجتمع المدني المحايد؟ بيجوز من الله هالحكي؟ هيك عم تضربوا أبو حافظ بظهره بعد ما عطاكم الأمان؟ بس يلا، أبو حافظ قلبه كبير وقادر يستوعب الجميع، وبتوجيهاته الكل عم يمشي. بفضل توجيهات سيادة الرئيس بشار الأسد حافظنا على تطلعات الشعب السوري، ونأمل أن تكون أعمال اللجنة حلاً سياسياً للأزمة في سوريا. طبعاً بدها تكون بتوجيه من السيد الرئيس، حدا بيترك اللجنة الدستورية وبيروح برجليه ليتعامل مع جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2254؟ 1000 لجنة دستورية ولا هيئة حكم انتقالي وحدة، والدستور مو مشكلة، اللي بيعدله مرة وبيعدله 1000 مرة. تعديل المادة 83 من الدستور، لذا أطلب موافقتكم. الموافقون؟ ودستور من خاطركم. سلامات.